تشوش في حضور اللي تجدد انت عاشق بطال انزيم والخاطر بشوش والسعادة تنتشي من لب جاش هكذا أيها الحفل الكريم متابعينا الأعزاء في كل مكان على بركة الله وتوفيقه ينطلق هنا في هذه اللحظات شوطا جديدا من أشواط هذا الصباح شوطنا الثالث عشر الخاص للإبكار المحليات الأصايل لسن اللقاية لمسافة 5 كيلو مترات ينطلق مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات هذا الشوط ونتابع البداية والمركز الأول هناك من يتقدم على البداية والصدارة شواهين لحمد بن سيف بن محمد بن سيف العرياني من يسيطر على المركز الأول بانطلاقة شواهين على الصدارة والبداية المايدية قادمة على ثاني المراكز محمد بن خلفان بن عامري الاكتبي وار الوصول على المركز الثالث مع النويعس لمحمد بن عتيق بن شامس العامري القادم في المركز الثالث المركز الرابع هذه القادمة مغثة لسالم بن حمد بن سعيد بن ملهوف الاكتبي على رابع المراكز وفي المركز الخامس هناك الحاضرة على المركز الخامس وصول وتعرف الآن مع شانية ماجد بن علي بن سالم الاكتبي من يتقدم على المركز الخامس في هذا الانطلاق المركز السادس الواصلة والمتقدمة على سادس المراكز هذه المنطلقة اللي هي جواهر محمد بن حمد بن علي بن محمد النعيمي على المركز السادس وفي سابع المراكز مراسيل القادمة في هذا الشوط وبهذه المنافسة في هذه الانطلاقة مراسيل المبارك براشد بن مبارك بن لصيلي المنصوري الحاضر في هذه المنافسة مع مراسيل لهذا الشوط وأتابع الحضور القوي على المركز العاشر في هذه الانطلاقة وصلت عالية هزيم بن محمد بن هزيم المسافري القادم على المركز العاشر مع تغطية هذا الشوط في هذا الحدث الرياضي الكبير إذا نعود إلى المقدمة نعود إلى بداية الشوط هناك من يتقدم هناك من يتقدم على الصدارة والبداية حتى هذه اللحظات مع المركز الأول البداية مع شواهين مع العرياني حمد بن سيف بن محمد بن سيف العرياني من ينطلق في صدارة هذا الشوط مع المركز الأول في هذه المنافسة ولكن غيرت الآن هذه من غيرت إلى الصدارة
دريبه غيرت الى المركز الاول لسعيد بن صغير بن حمود الجنيبي الى مقدمه هذا الشوط، ومع المركز الاول جواهر القادمه محمد بن حمد بن علي بن محمد النعيمي يتقدم على المركز الثالث بتحديات جواهر في هذه الاثاره القوية لهذا الشوط. المركز الرابع الحضور على رابع المراكز، القدوم في هذه المتابعة المميزة على رابع المراكز اللي هي مراسيل مبارك بن راشد بن مبارك المنصوري على رابع المراكز، وخامس المراكز هذه المندفعة النويعس محمد بن عتيق بن شامس العامري على المركز الخامس، سادس المراكز هذه الواصلة الأخيرة لسالم بن حمد بن سعيد الدرعي يتقدم مع وجود خيرة في هذه الانطلاقة المثيرة. وهناك الدخول بدأ مع المايدية بالشعار بالعامرية محمد بن خلفان بالعامرية ألف تبي الحاضر في هذا الشوط. وهناك أيضا على المركز التاسع الوصول مع الحدرة سالم بن حمد بن حمود المحاربي، وعاشر المراكز اختتم النداء مع فيض لساري بن صغير بن سالم بن علي العامري على المركز العاشر في هذه التحديات المميزة في هذا الشوط المنطلق. وبدينا ندخل إلى لائحة الاثنين كيلومتر في هذا التحدي، وبهذا التواصل الرائع نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول الحاضرة مع أول المراكز على المقدمة والصدارة. مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام على المركز الأول هذه الآن دريبح على مقدمة هذا الشوط لسعيد بن صغير بن حمود الجنيبي هو مع المركز الأول حتى هذه اللحظات، من يقود انطلاقة هذا الشوط من تحديات دريبح على المقدمة والصدارة. المركز الثاني مراسيل مع بلصيلي الحاضر على المركز بالقصيلي الحاضر على المركز الثاني مع مراسيل مبارك بن راشد بن مبارك بالقصيلي المنصوري على المركز الثاني في هذه اللحظة. المركز الثالث الوصول والقدوم على المركز الثالث هذه القادمة جواهر لمحمد بن حمد بن علي بن محمد النعيمي على المركز الثالث في هذه الانطلاقة. ورابع المراكز التقدم بدأ مع أخيرة لسالم بن حمد بن سعيد الدرعي هو القادم على رابع المراكز في هذا الشوط. ونعود إلى المركز الأول إلى تحديات هذا الشوط مع الكيلو الأخير العودة والنقلة إلى دريبح إلى دريبح على الصدارة والبداية. عصاها بالبطان دون يوامر ولا تعليمات الأداء تلقائي على المركز الأول. هناك سعيد بن صغير بن حمود الجنيبي هو على قيادة التحدي. المركز الثاني غادمة جواهر محمد بن حمد بن علي بن محمد النعيمي يتقدم مع وجود جواهر. المركز الثالث هذه مراسيل مبارك بن راشد بن مبارك بن قسيلي المنصوري الحاضر على المركز الثالث في هذه المتابعة المتميزة. ونعود إلى المركز الأول إلى بداية الشوط مع دريبح. دريبح هي المسيطرة حتى هذه اللحظات مع المركز الأول. هناك على الصدارة سعيد بن صغير بن حمود الجنيبي يقدم لنا انطلاقة دريبح على المركز الأول، بينما المركز الثاني القادم اللي هي جواهر محمد بن حمد بن علي النعيمي يتقدم في المركز الثاني لهذا الشوط. ونعود إلى المركز الأول اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة. إذن البداية مشاهدين الأعزاء مع وجود دريبح تختطف ناموسي هذا الشوط. سعيد بن صغير بن حمود الجنيبي ينتزع المركز الأول. المركز الثاني كان الوصول مع علي جواهر محمد بن حمد بن علي بن محمد النعيمي، وفي المركز الثالث كان الوصول متابعين الكرام مع وجود اللي هي خيرة سالم بن حمد بن سعيد الدرعي. المركز الرابع المركز الرابع كان الوصول مشاهدين الكرام مع شواهين محمد بن مبارك بن هدف العامري الخامس. المركز الخامس كان الوصول مع اللي هي مراسيل لمبارك بن راشد بن محمد
بالقصيري المنصوري من حل في المركز الخامس في هذا الشوط. تهانينا والناموس إلى مالك دريبح لسعيد بن صغير بن حمود الجنيبي وتوقيتها 7:35 وعشرة أجزاء من الثانية. المركز الثاني كان الوصول مشاهدين الأعزاء مع وجود المايدية. في المركز الثاني جواهر لمحمد بن حمد بن عيد بن محمد النعيمي وتوقيت الزمني هو 7:35 و88 جزءا من الثانية. المركز الثالث كان الوصول مع اللي هي خيرة لسار بن حمد بن سعيد الدرعي وتوقيت الزمني 7:36 و40 جزءا من الثانية. هكذا تواصلنا يستمر أيها المتابعون جميعا لنصل بكم إلى شوطنا 14 والخاص بالأبكار اللي جاية المهجنات الأصايل. هذا هو شوطنا 14، نتمنى للجميع بإذن الله تعالى التوفيق والسداد والنجاح. مباشرة نسير إلى مقدمة الشوط وإلى أسرار محمد بن حمد بن